هو في الحقيقة الأخ ديالي سي عزيز بصراحة بكل صدق، لأنه إنسان محبوب الجميع وإنسان أخلاق طيبة ديالو، والحمد لله هو إنسان نزيه بواحد الدرجة اللي ما تصورش بلا، وديمقراطي وما تيبغيش الظلم وما تيبغيش بزاف د الحوايج، حتى القانون تيطبق علينا حنايا، لأن رغم ذلك المشاكل اللي تتوقع كلشي ديما عزيز تيكون معايد، ديما عزيز مع الحق، ديما مع القانون، وعزيز رجل طيب بكل صدق. الحمد لله من طبيعة الحال راه ضروري من كل واحد وكيفاش يتكلم، إلا كانوا كما تنقولوا 100 تيقولوا هذا الكلام، راه 100 أخرين تعرفوا الحق غادي يربحوا عائلته، لأن العائلة وبكل الاحترام وكل تقدير جيتي على صدفة، وشتي كي داير الأحوال وكيفاش المعاملة وفين عايشين وفين ساكنين، ناس عاديين بسطاء، إنسان على قد الحال تنقلبوا على قوتنا اليومي، لأن ما عندناش حنا هذيك الفكر ديال بأننا نقلبوا على الحرام أو نفكروا بأن تكون سرقوا باش نعيشوا باش نديروا به خير ولادي، حنا ما عندناش هذه في المورال وما عندناش في البال وما عندناش في العقل هذه بتاتا، ولا يعقل بأننا عائلة الرباح تكون من هذا النوع، النوع اللي تقولوا عليه سلبي، والحمد لله راه الشعبية ديالنا معروفة في قنيطرة، وأي واحد سولتي راه يقول لك هذه القضية. يعني ما يروج هو ان بعض الناس كيقولوا بان مثلا عائله الرباع مثلا طاغيه في قنيطره كتجبد المشاكل. الحمد لله شمن طاغيه، لا كاين شي دليل يجبدوا لنا مرحبا، كاين شي واحد شكا ولا ديجا حنا واصلين المحكمه، وهذا الرباع حنا ناس عاديين بسطاء، وإلا قلت لك واحد القضيه وربما يثير الاعجاب ديالك، لان ربما انا الا دخلت غير المقاطعه هي الاخرى تبقى نفكر لي 1000 حساب. يعني انسان علاش مثلا؟ مثلا تنبغي شي ورقه كذلك كل شيء تطبق، اول واحد تطبق عليه القانون وعاد عبد ربي وعائله الرباح. ماشي مجرد بان الاخ ديالي رباح وزير نديروا ما بغاو في البلاد، ما كايناش هاد القضيه كاع بتاتا تنفيقة. هاد الهضره فعلا تقالت خصوصا بهذيك القضيه ديال الابن الاخت ديالك، قالوا بانهم مثلا راهما حيت عائله الرباح مثلا دخلوا في ملاسانات مع الشرطه. هذا انسان، هذا ابن واحد اللي عند الاخت ديالي وهذا معروف بالسوابق ديالو، هذا هو اللي كاين، هذاك الابن اختي حنا مبرئين منه لا حنا ولا عائلتنا، لانه هذاك انسان عنده سوابق وبس، هادشي اللي كاين. وتنشكركم على هاد حسن التصرف، وتنشكركم على هاد الاستقبال اللي استجواب اللي طرحتوا لي هاد السؤال، ونعطيتكم اللي عندي والحمد لله هذا هو اللي كاين.